ندد الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين بما سماه القمع، الذي قال إن مناضليه تعرضوا له خلال احتجاج نظموه أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تضامنا مع الطلاب الموريتانيين المعتصمين بالجزائر وتونس. وقال الاتحاد العام إن الشرطة تعاملت مع المحتجين بالقوة، ما تسبب في إصابة عدد من المحتجين إصابات متفاوتة الخطورة. ومعنا في الاستوديو محمد الامين والسيادي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للطلاب الموريتانيين. اهلا وسهلا بك. اهلا بك. اذا بدايه، ما طبيعه ما حصل ومن تحملون المسؤوليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكرك للقناه على الاستضافه. طبيعه ما حصل اليوم هو طبعا وقفنا امام الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، وهي وقفه كانت تدخل في سلسله نشاطات نظمها الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين داخل في اطار المشاكل اللي عانى منها الطلاب في الخارج في الجزائر وتونس والمغرب. ومن هذا المنبر اشيد واندد بالمعامله السيئه اللي تعرضوا لها مناضلي ومناضلات الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين. اليوم الشرطة تعرضت لهم بنوع من المعاملة السيئة، وصيب خلالها الأمين العام الخليل بن محمد الحائط النحوي والأمين العام المساعد الأول محمد يهدي وبعض المناضلين. نعم، إذا أين وصل مشكل الطلاب المعتصمين في الجزائر وتونس مع المنح؟ نعم، هذه المشكلة اللي ندخل شوي فيها تفاصيل شوي نختارها ونوضحها، لأن كنا مواكبينها هذه مشكلتها الخارج، وطبعا عندنا جميع مستجداتها وكنا مواكبينها في جميع مجرياتها وعندنا صلة بهم. وعندنا هذه المشكلة اللي عانوا منها طلاب الجزائر وتونس هي قضية المنح اللي ما فات انصرفت لهم، اللي يتحلق بالمرحلة الثانية اللي ما فات جاتهم، اللي هي يناير، شهر يناير وفبراير ومارس. وهاي المشكلة يعاني منها 90 طالب في تونس و26 طالب في الجزائر وقرابة 10 طلاب في المغرب لم تأتيهم بعد المرحلة الثانية من المنحة، ودخلوا في إضراب كما تعلمون منذ 7 أيام و8، وتعرضوا لشتى التنكيل وأنواع الظلم والقمع اللي نحن في الاتحاد العام للطلاب الموريتانيين نطالب بأنها نوع من المعاملة أنه ما يعدل للطلاب، لأنهم هاي الحقوق اللي طالبوا بها حقوق مشروعة لهم ويكفلها لهم القانون. وراجين على أن الجهات المعنية والوزارة الوصية المعنية بهذه إذن ما طبيعة تقويم الاتحاد لتعاطي وزارة التعليم العالي مع هذه مع مشكل المنح؟ إلى حد الآن لم يتضح بعد أمور جلية مثل نستطيع أو معلومات نستطيع، إلى حد الآن المشكلة ما زالت مستمرة، ونحن في الاتحاد العام إن شاء الله سنواصل إن شاء الله مستقبلا في التصعيد اذا لم تتحقق هذه المطالب ان شاء الله. لكن ماذا عن تعاطيها؟ تعاطي الجهات الرسميه لم تتعاطى الى حد الان بالشكل اللي دور الطلاب، لانهم المنح الى حد الان ما فات واخذوا لهم فيها اي اي اي, أي خبر رسمي ولا معلومات ملموسه ذكيه. اذا ما المبررات التي تقدمها الوزاره بشان قضيه منح الطلاب الموريتانيين بالجزائر وتونس؟ غايبة عني تلك المبررات، لكن فعلا فيه مشكلة وفيه طلاب منحهم لم تأتيهم ولم تصلهم حتى الآن، ومن الطبيعي أن تصلهم منحهم وتأتيهم في الوقت اللي المطلوب. إذا أي أفق في حال تواصل اعتصام الطلاب ولم تتعاطى الوزارة وفق حجم طموحاتهم؟ نحن في الاتحاد العام إن شاء الله مواصلون في هذا الخط وكامل التضامن مع اخوتنا في الجزائر وتونس والمغرب حتى تحل مشاكلهم ان شاء الله. سنواصل ان شاء الله بشتى الطرق ان شاء الله، والخيارات مفتوحه امامنا
إن اقتدرت الضرورة جميع الوسائل نحن مستعدون إن شاء الله. إذن محمد لمين والسيادي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للطلاب المرتنين، شكرا جزيلا لك. شكرا.